لا يمر الشتاء على السوريين منذ 4 أعوام كما كان سابقا، ولم يعد الأطفال يرون الثلج ملعبهم، بل أصبح كابوسا بلون أبيض يؤرق منامهم. العاصفة هدى أو زينة والتي أقبلت على مناطق بلاد الشام وتركيا حولت حياة اللاجئين السوريين الصعبة أصلا في دول اللجوء المحيطة بسوريا إلى جحيم. وسائل الإعلام نقلت عن مقتل 3 سوريين بينهم طفلان في مناطق متفرقة من لبنان بسبب العاصفة الثلجية التي بدأت مع ليلة أمس. ليست لبنان هي الوحيدة التي يعاني فيها اللاجئون السوريون، فمخيم الزعتري في الأردن يعاني أيضا نقصا في مواد التدفئة. في تركيا والتي تعتبر الأقل سوءا على اللاجئين في هذا الطقس البارد، قامت فيها بلدية اسطنبول بتخصيص صالة رياضية في المدينة لإيواء من لا يملكون مأوى من السوريين. في الداخل السوري يعاني سكان المخيمات كمخيم أطمة وباب السلامة ظروفا صعبة للغاية من انعدام الوقود والعيش في خيم ربما تقتلع في أي لحظة، كما حصل في اللاذقية في مخيم البشيرية قرب الحدود التركية حيث اقتلعت الرياح 6 خيم. ينتظر السوريون انقضاء شتاء رابع خيم على حياتهم ولم يقيهم حتى لهيب المعارك الدائرة في كافة أرجاء البلاد ليواجهوا معارك من نوع آخر تزيد معاناتهم.